فدي مشكله كبيره. فهو ده اللي بقى بيحصل، لانه ما بقاش يبذل مجهود بدني، وبقى بس بيبذل ايه؟ مجهود ذهني. يعني بجد عدو الانسان نفسه لما اقعد افكر. زي مثلا يجي يقول لك اللي هي الساعه اللي قبل النوم دي، اللي انت بتقعد تجلد، يا تجلد فيها نفسك يا تطلع فيها نفسك سبع ساعات. ده في حديث اللي هو نعمتين مغبنهم في يومها كثير من الناس، الصحه والفراغ. عليه افضل من كتر ما احنا قاعدين فاضيين تبدا دماغنا تشتغل، ونبدا ندخل في امراض نفسيه وفي حوارات مع نفسنا. بس لدرجه ان احنا الساعه اللي انت بتقولي عليها دي، الساعه اللي انت بتقولي عليها دي ناس كتيره جدا وهي داخله تنام بيحصل لها اوفر ثينكينج، ويقعدوا يفكروا ويعيدوا دي جلد ذات وذكريات بس، وبعدين يبقى عندهم شويه اضطراب في النوم. بالظبط كده. او بتلعب على الموبايل وبتتفرج على الناس فتتضايق اكتر. بالظبط كده. ان انت قاعد في البيت وغيرك مثلا بيعمل كذا، ان انت قاعد في البيت وحد تاني عمال يسرق بيعمل الفيزا وخد. هو لو حد عمل كده ياخد فعلا عقوبه 15 سنه سجن زي ما هو بيقول ده؟ احنا ولا دي من تاليفه؟ يعني انا ما اعرفش في القانون الحقيقه، ولكن اعتقد انه يعني. طب تعالى نسمع بقى راي القانون. معانا مداخله مع المحامي الاستاذ عبد الغني السماحي، المحامي بالنقد. مساء الفل يا استاذ عبد الغني. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام والله زي الفل الحمد لله. بقول لك ايه بقى يا استاذ عبد الغني، ايه رايك في قصه النهارده دي؟ وهل في حاجه اسمها كده؟ والله هي القصه دي، ده ولد ضحيه التنمر طول عمره. للاسف انا شايف ان موقف اهله سلبي جدا طول حياته في المدرسه. جدا. ما احنا لسه بنتكلم اهو مع دكتور حموده، وبنقول انه لما الاهل ما يجيبوش حق الولد يعني بالطرق القانونيه، لان احنا في اختلاف انا ودكتور حموده، يقول لك لازم تبقى طرق قانونيه، هيوصل كده صح؟ هو ابسط شيء طبعا ان هو اهله يروحوا للمدرسه، اللي حصل مع ابني كذا كذا، ويبداوا يتكلموا الموقف ده حصل ليه، يروحوا للمسؤول اللي في المدرسه. انا طبعا مع متفق مع الدكتور ان ما يتمش اخذ الحق باي طرق، وسيله من وسائل البلطجه او دفع القوه بالقوه او كده، لان ده غلط طبعا. يعني في حاله ان ما فيش مسؤول في المكان. يعني هو في اطفال لو هم الاطفال اتخانقوا مع بعض وحد مثلا خد كراسه حد وما رجعش بيها، مش يروح ياخد كراسته ولا يروح يشتكي عشان يجيب كراسته؟ لا ما ينفعش طبعا، لا يروح للمسؤول اللي في المكان ويبلغه. طب واشمعنى التاني هو بياخد كراسته ما خدش، ما راحش للمسؤول وهو بياخد كراسته من الولد؟ يعني انت ما رحتش للمسؤول تقول يعني مثلا احنا لو هنتكلم من جهه القانون. انا لو واحد مثلا عمل فيا جريمه ضربني، فانا ارد الاعتداء باعتداء؟ لا، في حالة واحدة. انا بقول اخد حاجتي في حاله واحده بس. لا انا بقول لحضرتك في حاله واحده بس، ان انا بدافع عن نفسي. لا ادافع عن نفسي حق. طبعا حد جاي بيتهجم عليا هقول ثواني هشتكي للمدرسة؟ في المدرسة مش طبعا مش هعرف اقول للولد كده. يعني انا مع احترامي ليك، انا ما عنديش عيال، مش هعرف اقول لطفل يا جماعة لو حد جه ضربك اجري اشتكي. والمشكلة انه في السن ده يا استاذ عبد الغني وبرده يا دكتور حمودة، الاطفال بتتريق على اللي بيروحوا للمدرسين، ده بيبقى بيتنمروا اكتر، يقول لك ما تعرفش تاخد حقك، رحت للتيتشر ولا رحت للمدام، هنعمل ايه طيب؟ دي مشكلة تانية، دي مشكلة تانية. وعلى فكرة واجهتنا كلنا مع اولادنا ان انت، انا ما بقولوش ان انت ما تاخدش حقك، انما حقه على فكره اللي بيضرب ويجري دوت لما يروح للمدرسه بتاعته او للمسؤول في المدرسه، ويجيب الطفل ده قدام صحابه ويطلعه غلطان قدام صحابه، هتكون احراج ليه اكتر. وكده خد حقه كويس. ده اللي انا بقوله بقى. بس انا اسالك على حاجه، لو عقوبه، هو عقوبه التنمر كام سنه سجن لو؟ هو التنمر في حد ذاته كجريمه، جريمه حديثه حتى بره وعلى يعني انا عايزه اعرف لما تعدل او اتضافت للقانون بقى قد ايه؟ لا حضرتك التنمر نفسه في حد ذاته في مصر مش معرف، يعني ملوش تعريف قانون. عشان يعني برضو نكون واضحين، للاسف احنا عندنا فراغ في الحته دي. لازم تبقى ضرب او اهانه او غلط لفظي او كده. طبعا الضرب ده له طبعا له جريمه محدده. طب عقوبة اللي يخترق صفحات او يدخل على الديب ويب او الحاجات دي موجوده صح؟ كام سنه بقى يا استاذ؟ ان انت مش الديب ويب بقى، ان انت يعني هو كل من اللي انا سمعته من الحوار اللي فهمته من الموضوع بتاعه، الجريمه اللي تنطبق عليه هي الجرائم اللي وارده في القانون اللي صدر سنه 2018 اللي خاصه ب مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. اللي هو عمله ده كله هو في حاجه واحده بس اللي تنطبق عليها جريمه. ايه؟
اللي هو كان بيدخل وبيجيب بيسرق الحاجات بنكيه وياخد رصيد الفيزا كارد بتاعت حد او ياخد الرصيد الحساب يعني بتاعه. دي عقوبتها مغطيها الماده 23 من القانون 175 لسنه 2018، ودي بياخد فيها من 3 شهور وغرامه 30,000 ولا تجاوز 50,000 جنيه. وما يرجعش الفلوس اللي هو خدها لو هو خد مليون؟ لا بيرجعها. اي فلوس اي فلوس تتاخد يا استاذ سالي في اي جريمه لازم ترجع. يعني يرجع اللي خده بلس فوقيه العقوبه بتاعته. يا حبس وغرامه يا وحده. طب لو اختراق المواقع او كده ليه حاجه؟ اختراق المواقع طبعا، اختراق المواقع بس المواقع المرخص بيها. لو حد اخترق موقع بنك او حاجه كده كبيره يعني طبعًا. انه او موقع وزاره من الوزارات طبعا دي ليها عقوبه؟ طبعا متنظمها نفس القانون ده بينظمها، الماده 17 والماده 18 والماده 19 كل ده بينظمه برضه فيه حبس وغرامه. كل الجرائم دي فيها حبس وغرامه، بس طبعا مش هو بدون 15 سنه، هو طبعا ما فيش الكلام ده يعني. مش بال 15 سنه يعني، قلت اسال راي القانون عشان اعرف. يبقى هو انا دي التركه اللي كنت هفهم القصه دي حقيقيه ولا لا، دي حاجه من الحاجات برضو. نورتيني وتسلم. هي طالما القصه وصلتنا احنا بنتعامل معاها على انها حقيقيه. طبعا دي حقيقه وحضرتك معانا من زمان وعارف فريق واحد. طبعا بشكرك ونورتيني يا استاذ عبد الغني. انما في كارثه في القصه، موضوع ان اصحابه يرموه من فوق الكوبري اكتوبر ده ويقع. الارتجاج في هو. طب هو ايه العقوبه دي صحيح لو حد بيهزر مع زميله ورماه من فوق؟ ده كده شروع في قتل. شروع في قتل لانه لسه جريمه حاصله من كام يوم، بيهزروا مع صاحبهم مش عارفه عملوا له حاجه بالهواء في جسمه فجسمه باظ يعني الامعاء انفجرت. بيقول لك كنا بنهزر ما كانش قصدنا. دي عقوبتها بتبقى ايه؟ ده شروع في قتل حضرتك، ده شروع في قتل ده بياخد فيه ممكن ياخد فيه من 3 سنين ل 15 سنه. عشان يهزروا. طبعا ده مستقبل اللي عملوه ده كارثه. انا بشكرك ونورتني. شكرا يا استاذ عبد الغني السماحي المحامي بالنقد، انا بشكرك جدا.